اهلا بيكم يا اصحابي. النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي وهيحكي لنا قصة جميلة. تعالوا مع بعض نسمعها ونشوف اللي حصل فيها. زمان خالص ايام الرسل، ولما عدد المؤمنين بالرب يسوع زاد جدا جدا، كان لازم يرسموا شمامسة علشان يساعدوا مع الرسل. كل الناس اختارت 7 شمامسة، وكان بينهم واحد حلو خالص اسمه استيفانوس. استيفانوس كان مليان إيمان ومحبة ربنا، وكانت ناس كتير قوي من اللي مش بيحبوا ربنا بيقعدوا مع استيفانوس ويسألوه، وكان استيفانوس يقدر يقنعهم بإجاباته لأنه مليان من حكمة ربنا اللي ساكنة فيه. لكن عدو الخير مسكتش، خلى الناس من الأشرار يقولوا عليه إنه بيتكلم كلام غلط ضد كلام ربنا، وهيجوا عليه الشعب وكل اللي في الهيكل، وجابوه للمجمع علشان يحكموا عليه. لكن كل اللي في المجمع شافوا وشه منور كأنه ملاك، وكل اللي كانوا موجودين لاحظوا كده، وكمان بص للسماء فشاف رؤية جميلة قوي، شاف رب المجد يسوع وقال: ها أنا أنظر، السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الله. لكن كل الناس اللي كانت موجودة ما عجبهاش الكلام ده، واعتبروا ان استيفانوس كده أخطأ، وعلشان كده قرروا انهم يرجموه. لكن استيفانوس وهما بيرجموه ركع على ركبته وصرخ وقال: يا رب يا رب، ما تحسب لهمش الخطية دي وسامحهم، هما مش عارفين هما بيعملوا ايه. على الرغم من ان الناس كانت بترجم فيه، لكن استيفانوس كان بيطلب ليهم الرحمة من عند ربنا والغفران. وده يا اصحابي اللي عملوا بالظبط الرب يسوع وهو على الصليب، لما قال للناس اللي بتسلبه: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واحنا كمان يا اصحابي لازم ما نردش على الغلط بغلط، لكن نرد عليه زي ما الهنا ومخلصنا علمنا، باننا نسامح بعض ونقدم محبة دايما لبعض. خلصت حكايتنا من شقاوة رمل، لكن استنونا في حلقات تانية كتير.